السلام عليكم. مساء مبروك. سعداء جدا سعداء جدا بالتواجد ديالنا معكم، وترحبوا جميع الحضور الكريم باش ما ننسى حتى شي واحد. سي عصفور في الحقيقه فاجئني، ولكن غنعاود لكم واحد النكته مباشره بعد الافطار. هذه واحد السيده فاسيه مشات سافرات للدار البيضاء، بعدين فاش يلا نزلت من كازا فواياجور ركبت مع مول الطاكسي، قال لها لينا الحاجه وهي الدور فيه، قالت له لين ما قلتهاش حتى الراجل شويني فيك. المهم شكرا. قال لها عطيني شي عنوان، قالت له ديني عند بنتي، قال لها عطيني الحاجه شي عنوان ولا لدريسه. قبطت الرزيمه حلات العقيده الاولى، العقيده الثانيه، العقيده الثالثه، جبدت واحد الورقه عطاتها للشيفور الطاكسي، قبطها حلها لقاها حجاب. قال لها الحاج هذا راه حجاب، قالت له ويلي ويلي بخارت بلا دريسه. تحيات سيدي عزيز الدراوي، تحيه لرؤساء نادي المقاطعات الست فاس، تحيه للساده ديال الناس ديال اداره السجون، الناس ديال الوكلاء العاملين، تحيه لكم انتم الشباب عماد العمارين. ان شاء الله غادي نشوفوا فيكم يعني رجال الغد. كيقال السيد المدير، كيقال السي عزيز، راه هاد الفتره هادي فتره هي راه مدرسه المؤسسه السجنيه. هذا عندنا مشكل في بعض البلدان، السجن دائما كان بين قوسين تنظروا واحد، وهي لا راه مدرسه. هذيك فتره ديال اعاده يعني النظر في قضايانا الى اخره. نتمنوا ان شاء الله انكم تخرجوا بشواهد، وانكم كي كتقول لا نعيمه ما تعاودوش ترجعوا لهنا، لان ما نعاودش نجيو عام اخر ونلقاو نفس الوجه، نلقاو عدد اقل او ان شاء الله نلقاو، ولكن هاد الموظفين فين غادي يخدموا؟ سي عصفور سي نبيل، بغيت نسول كي جاتك هاد المبادره اللي دارت شركه اوزون للبيئه والخدمات مع هاد الفئه هادي وفي هاد المدينه هادي اللي هي مدينه فاس، اللي هي مدينة عزيزة علينا وعزيزة على السي عزيز كذلك؟ وفي الحقيقة المنطلقة دائما تتكون من فاس. سيدي عزيز رغم انه من الجهة ديال الرباط زمو الزعير، ولكن تبارك الله عليه كانت البداية في فاس وبقى يعني وفي مدينة فاس، ومدينة فاس راه جزء من المغرب. يعني هي مبادرة في الحقيقة تدلج الصدور، وكنتمناو كما قال سيدي عزيز انها غادي تعمم في الحقيقة إعادة الإدماج، أو مثلا فتح واحد الشراكة ارتفق الطابع المسرحي بين قوسين. زعما مبادرة طيبة سيدي عصفور، وكنتمنوها وإن شاء الله الله يكمل بخير.